وجودي هنا أمامكم لأني مناصر للفريق. أنا المناصر، وأنا المناصر رقم اثنين، لأن المناصر رقم واحد هو تتمناه كل الفرق، وكل واحد يتمنى أن يكون له مناصر، ونصره الله ونصرنا معه ونصر الأمة كلها معه. هذه كل واحد يتمنى أن يكون هو الأول في نصرة فريقه، واليوم أنا نخلي هذا الشرف أن يكون الأول، لكنني اليوم أنا المناصر رقم اثنين. أشكر خاصة كل العائلة البلوزدادية، كل أحبائنا، كل من فرح لشباب الوزداد، كل من ساند شباب الوزداد، وكل من ساهم في هذا الإنجاز، في هذه الإنجازات. اليوم منذ قدوم مدار شباب الوزداد نال 11 ونقدر نقول حتى 12 لقبا في فترة نستطيع القول أنها وجيزة، وهذا بفضل المثابرة، بفضل الجد، بفضل العمل، بفضل الاجتهاد، بفضل الالتزام الجميع، وبذلك أنا شخصيا شاكرا لهم. ما كان حتى حاجة تجي بدون تحدي، كانت تحديات. لو نتذكر الفريق وين كان، ولو نتذكر الفريق الحالة اللي كان وكيفاش مشينا، أكيد راح نعرف أنه ما كان حتى حاجة تكون تحقق بدون تحدي.